أوه يا الله، صباح الخير، أصبحنا وأصبح الملك لله. يا سلام يا سلام، اليوم الأجواء خرافية كثير كثير. أنا اسمي إندرمان المائي وأنا بحب الماء كثير كثير. بس إيش؟ أنا قلت قبل شوي إنه الجو خرافي كثير كثير. لا والله الجو كثير كثير شوب، والله غريب كثير كثير، ما عمري مريت بهاي الكمية من الشوب الخرافية كثير كثير. والله بلاش أتبخر، الماء تبع منزلي بلش يتبخر مثل ما أنتوا شايفين، هوني ما في مياه. والله غريب كثير كثير، لازم ألاقي الحل، لازم ألاقي الحل يا شباب بنات. أنا إندرمان المائي، لازم ألاقي الحل. اتطلعوا يا شباب بنات، هذا هو منزلي، قعد تقريبا 10 سنوات وانا قاعد ببني فيه، ما بدي اتبخر هيك مثل هيك، ما بدي احد يبخره او يتبخر هذا المنزل. شو بتتوقعوا يا شباب بنات سبب انه الدنيا هيك تشوب كثير كثير؟ فكر فكر يا اندرمان الماء. انا ايش شايف قدامي؟ شو هذا الاشي الغريب؟ جاهزين يا شباب بنات تشوفوه؟ 1 2 3 شو هذا؟ هذا منزل مكون من النار، ولا انا هيك بتهيأ؟ مش عارف، ولا بتخيل، ولا ايش؟ والله كثير كثير هون الدنيا شوب. خليني احاول اني اقرب عليه. والله الدنيا شوب كثير، والله غريب جدا جدا يا شباب بنات. هذا من وين اجى؟ من وين اجى؟ يا الله، اذا ظل هذا المنزل بقرابة منزلي راح يتبخر منزلي، انا متأكد 100%. خليني بسرعة بسرعة اتحمل يا اندرمان، الاندرمان الماء اتحمل. خليني بسرعة بسرعة ادخل وادق على الباب، احكي له لازم يلاقي حل. خلينا ادق على الباب. افتح لي الباب، خلينا بعد لاني بلاش اتبخر. افتح لي الباب، افتح لي الباب. هذا طويل. مين هذا الداخل هذا المنزل؟ ايش بدك؟ مين انت؟ السلام عليكم، انت اندرمان؟ نعم انا اندرمان الناري. ليش جاي هون يا غبي؟ ليش جاي هون؟ والله انك مخيف كثير كثير. ليش طيب هيك اسنانك غريبة كثير كثير؟ ليش؟ لاني انا شرير كثير كثير. ليش؟ وبحب دائما لما اقتل الناس اكلهم في هاي اسناني. يما والله خوفتني كثير كثير. طيب اجيت انا اقول لك يا اندرمان الناري انك انت بتخرب على منزلي، منزلي راح يتبخر اذا ظل منزلك بجانبي. انا ما بهتم في منزلك يا غبي، انا بس بهتم في منزلي، بس في منزلي. لا ما بصير، ما بصير هيك. انت لازم شفت المكان اللي بدك تبني فيه منزلك قبل ما تبلش؟ انت لازم تشوف وتطلع ما اجمل منزلي. انا قعدت 10 سنوات وانا قاعد ببني فيه، اخر اشي بيوم واحد بدك تبخره؟ اسمع، ولا انا باكلك في اسناني هاي وما بخليك عايش. انت لازم تسكت عن هذا الاشي. انا مبني مكان ما بدي وبعيش مكان ما بدي. اذا مش عاجبك تعال اتفاهم مع اسناني. يا الله والله اسناني مخيفة، والله اطلعوا كيف طلعت، والله غريب كثير كثير. هي انت لازم تبعد منزلك. والله اسناني مخيفة. يا والله غريب كثير. انا مستحيل ابعد منزلي من هون، انا راح اعيش في هذا المكان. واذا انت مش عاجبك انتقل، انتقل من هذا المكان. ما بقدر. راح توقع في المشاكل، راح توقع في المشاكل وما راح تقدر تطلع منها بالمرة. انا كل حدا كان يتحداني كان يموت بين اسناني. لا طبعا لا، انت لازم تروح، انا اجيت اول على هاي المنطقة وانت لازم تهدم منزلك وتنقلع من هون. انت فكرتك كويس بس طلعت مش كويس، لازم انا وياك لقينا حل لهاي الشغلة. بس انت بدك القوة، بدك لانك شرير، بقول لك اهدم منزلك وانقلع من هون. بحكي لك انا مستحيل اطلع من هذا المكان مهما كلف الامر. انا ما راح اتحرك، واذا مش عاجبك انت لازم تموت، سامعني؟ يلا طيب قاتلني. يا الله يا شباب بنات، والله اسنانه كثير كثير مخيفه. يا الله شو بدي اسوي؟ يلا انا راح اقاتلك. يلا ورجيني قوتك يا غبي. انت مستعد؟ انا دائما مستعد. يلا يا الله، والله خايف كثير كثير يا شباب بنات. يلا 1 2 3 تعال هون، خذ لك يا ربي شو هذا؟ ويلا قاعد بضرب فيه. يا الله والله يلا والله انك كثير كثير قوي. موت انا قاعد بضرب فيه. يا ربي انا ما بموت يا غبي، ايش ما سويت فيني؟ انا راح اتني اقوى منك بالاف المرات. مستحيل تقتلني يا غبي، مستحيل واحد مثلك يقدر يقتلني. شوف كيف انت
خلاص انا بستسلم بستسلم، والله انك قوي كثير كثير، خلاص بستسلم. اخ يا ربي على منزلك يا غبي، يلا ادخل عليه وانقلع من هون. خلاص ماشي ماشي، يا الله ليش انت هيك؟ انا لازم اعرف شو هذا، انا راح احرقك فيها. شو هذا الاشي؟ لا 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 يا ربي، منزلي، يا ربي منزلي، شو سويت في منزلي؟ انت شرير كثير كثير، ليش قاعد بتسوي ليش؟ هذا هو منزلك، شوف كيف صار. ممكن يصير هسه من ايام الكان كان هو مش موجود. انت ليش شايف كيف منزلك بدا يحترق؟ لا تبخر، بلش منزلي يتبخر. شيلهم عني شيلهم عني هذول البخار، خلاص بكفي. ليش هيك انت قاعد بتسوي ليش؟ والله حرام عليك. يا انا مستحيل احرك منزلي او اتحرك انا قبل ما انت تسوي عدة خطوات وعدة مسابقات. ايش هم ايش هم؟ احكي لي اياهم وانا راح اكون قد هاي المسؤولية. بس لازم تروح، منزل راح يتبخر، منزل راح يتبخر يتبخر. انا ما عندي مشكلة، باه بهتم فيه. المهم هي التحديات اللي راح اعطيك اياها وللمتابعين تبعونك. ايش ايش المتابعين قدها راح يكونوا وراح يسووا اي اشي بتطلبه منهم، صح يا شباب؟ بترجاك ولا تخجلوني معاه. يلا يلا ماشي، احكي لهم احكي لهم شو بدك تسوي، بعدين احكي لي انا ايش اسوي. اول اشي اشتركوا بهاي القناة وحطوا لايك ويفعلوا جرس التنبيهات، واشتركوا بقناة الاحتياطية الموجودة في الوصف، واهم اشي ادخلوا بسيرفر الديسكورد الموجود تحت في الوصف. اهم اشي هذا الشرط، اهم اشي اللي عنده ديسكورد يدخل عليه. وهي هي الشروط؟ يلا شروطك يا غبي. انك انت لازم اول اشي تتحداني على تحدي الملاهي المرعب. والله بخاف من الملاهي، بخاف من الملاهي. شو الملاهي ما ملاهي، والله بخاف من الملاهي. ليش انت طلبت مني هذا الطلب؟ ما في حل ثاني، يلا هاي هي تحدياتي. اذا مش عاجبتك ارجع من حيث ما كنت، وانت راح تنسرق وتموت. يا الله طيب ماشي، انا بقبل انا بقبل. انت ايش بعدين؟ بس هذا التحدي؟ في تحديات كثير، بس هذا اولهم واسهلهم. يلا يا غبي لازم نروح على الملاهي. ماشي ماشي، يا الله بخاف من الملاهي انا يا شباب بنات، بس لازم اروح لازم اروح. شفتوا كيف يا شباب؟ لازم اعلمه هذا، لازم اعلمه. يلا يا شباب بنات بسم الله، خلينا نروح على الملاهي. لا تضربني. يلا. اوه والله هاي الملاهي كثير كثير مخيفة. جاهزين يا شباب بنات عشان تشوفوها؟ واحد اثنين ثلاث، شوفوا يا شباب بنات والله مخيفة. انت بتأكد لازم لازم اركبها عشان افوز بهذا التحدي؟ نعم انت لازم تركبها وتورجيني شجاعتك يا غبي الاندرمان. الماء الغبي كثير كثير، يلا لازم تدخلها علشان نشوف قوتك. انت راح تقدر تطلع من هون سليم ولا راح تطلع على نقالة المستشفى وانت قاعد بتبكي مثل الاطفال؟ يلا لازم نشوف هسا، يلا تعال معي. ماشي ماشي، خلينا اكبس على هاي مثل هيك شباب بنات، هاي مثل هيك. خليني بدي اخذ واحدة من هاي، هاي مثل هيك، هاي اني اخذت واحدة مانكارت. يا الله يا شباب بنات والله اني خايف كثير كثير. مين بده يطلع اول، انا ولا انت؟ اكيد انت. لا يلا انت. انا لازم اراقبك يا غبي. لا. لازم اراقبك. انت يلا. انت 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 بدك تطلع. يا الله يا شباب بنات، هيني هيني طلعت. يلا مع السلامه، هيني طلعت طلعت. خليني اتخبى. اركبها يا غبي، اركبها. انت غبي ولا ايش؟ يا الله يا شباب بنات والله. لا 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 يا ربي، شو هذا الاشي؟ لا لا يا ربي، شو اللي قاعد بصير؟ والله بخاف كثير كثير من الملاهي انا يا شباب بنات. شو بدي اسوي؟ لازم من هون وانت على قيد الحياة ومش ميت من الخوف. شباب بنات اللي بخاف من الملاهي مثلي يكتب لي تحت في الكومنتات. يا الله والله مخيف كثير كثير. يا ربي وقف وقف وقف، والله اني خايف كثير. وقف وقف وقف، مستحيل. وقف بترجاك ببوس ايدك. والله مخيف كثير. وين انا؟ رائع جدا جدا وممتع كثير. والله اني خايف كثير. طلعوا عيب الحقني، كيف انت مش خايف؟ كيف هاي الاشي؟ الخوف بس للاغبياء. يلا يا غبي
بدي اشوف صدقاتك اللي حطلك عايش مستفيق على بين ما توصل وين وين وعيك. لا يا ربي شوي متى بدها تخلص والله دخت دخت نزليني بترجاكي لا يا ربي وين رجعت انا وين رجعت لا نزلني روحنا على المنزل والله اني خايف كثير واحد غبي كثير مثلك هيو طلع من هون عايش على قيد الحياة بس انا متأكد انه هذا الاشي ضربة حظ بس احنا لازم هسه نروح للتحديات الثانية واللي راح تكون اقوى واقوى طيب يا شباب بنات انا لازم اروح للتحدي الثاني ان شاء الله اني اقدر اكمله مثل ما كملت هذا بس والله اني خفت كثير بهذا التحدي بس ان شاء الله في التحديات القادمة مش راح اخاف يلا يا شباب بنات بسم الله على التحدي الثاني اوه يا الله والله اني خايف كثير انت شايفين يا شباب بنات وين انا واقف جاهزين عشان تشوفوا 1 2 3 شوفوا يا شباب بنات بخاف من المرتفعات يلا هاي مهمة الاندرمان الحقيقي لازم يحقق هاي المهمة انت لازم يا غبي تقفز من هون على ذاك المطاط السلايم وتقفز عليهم كلياتهم لحد ما توصل لهاي الشجرة وبعديها انت راح تثبت لي انك انت اندرمان قوي وراح تخلص هذا التحدي المرعب طيب يلا يا غبي ما معناش وقت كثير لازم انت تزبط هذا التحدي واذا انت فشلت راح تكون هاي نهايتك راح تخبط في الارض وراح جثتك تلتصق فيها وتموت بكل صعوبة يا الله وفي كل خوف وفزع يلا يا خبي ايش لازم هسه يا ربي طب فرجيني اقفز انت اشوف كيف راح تقفز اقفز بدك انا اقفز بدي اشوف اذا انت شجاع ولا لا يا ربي يلا طلع كيف قفز خطيطة رائعة جدا طلع يا شباب بنات طلع يقفز عليها طلعوا كيف طلع كيف انا بدي اسوي يا شباب بنات خايف خلص انا مش انا شيل منزلي انا خايف ما راح ينشال منزلك هذا التحدي لازم يتسوى يا الله اما تعيش فيه اما انت راح يكون اخر يوم في حياتك يلا لازم تقفز يا الله يا شباب بنات شو بدي اسوي لازم احاول يلا واحد. يا شباب بنات 1 2 3 اقفز يا رب اني اوقع عليها يا رب بديش اموت هاي الاولى يلا على الثانية واو الثالثة وهي الرابعة زبطها يا سلام هيا ضبطت معك التحدي الثاني يا اندرمان الماء ولسه انت ضايل لك كم من تحدي اذا انت سويتهم انا راح ابتعد عنك انا والمنزل تبعي وما راح نضايقك بالمرة راح اطفي كل منزلي هذاك واسويه بس منظر بدون ما يطلع نار وانت راح تقدر انت تعيش بسلام ماشي. بس انت هسه لازم تسوي التحدي اللي بعده يا الله في كمان تحديات انا ايش بدي اسوي يا شباب بنات لازم اسوي هذول التحديات عشان يشيل منزله يا الله يا شباب بنات يلا بسم الله خلينا نروح على التحدي الثالث لا يلا يا شباب بنات هينا وصلنا للتحدي الثالث هذا تحدي الطيارة بدنا نشوف مين أسرع وأنا إذا سبقته راح أفوز بهذا التحدي كم من تحدي ضايل يا اندرمان الناري تحديين فقط هذا التحدي وإذا اكتملته بخير وما وقعت من هاي الطيارة راح يضل تحدي واحد وأخير وإذا أنت فزت فيه منزلي راح يبطل يطلع حرارة وانت راح تعيش بسلام يلا يا خبي ماشي يا شباب بنات يلا يا شباب بنات هسا انا بدي اركب هاي الطيارة عشان نتسابق انت جاهز نعم
أنا جاهز. يلا يا شباب بنات، يا رب يا رب ما أوقع. 1 2 3 انطلاق. يلا يا شباب بنات، مين راح يفوز، أنا ولا هذا المغرور؟ لازم أطير بسرعة بسرعة. يلا يا شباب بنات، هيني قاعد بطير، هيو تحتي هيو تحتي. يا سلام يا سلام. يلا يا شباب بنات اطلعوا، أنا متصدر أنا متصدر، وشكلي أنا راح أفوز. يا رب يا رب إني أنا أفوز. اطلعوا يا شباب، وينه وينه هو؟ مش شايفه؟ أنتوا شايفينه؟ أوه يا فوقي، والله غريب كثير. يلا بسرعة بسرعة يا شباب، خليني أنزل شوية وبعدين أتسابق معاه. أنا متصدر. لا هو هو سابقني، هو سابقني. لازم نلف هذا الإشي. وين السباق؟ لازم أنت تكون أسرع من هيك علشان تفوز في هذا التحدي الرائع. يلا يا شباب بنات، بدي أحاول إني أهبط مثل هيك. يلا يا شباب، مش ضايل كثير، مش ضايل كثير. يا ربي يلا، لازم ألف على اليمين أنا مثل هيك. بسرعة بسرعة يا شباب بنات، لازم ألف لازم ألف. يا رب يا رب إني أنا أفوز يا شباب بنات. تقريبا تعادل. اطلعوا يا شباب بنات، أنا بجانبه أنا بجانبه. يا الله يا شباب بنات، لازم هسه ندخل من هاي الفتح الموجودة هون. لازم ندخل من هون. يا الله يا شباب بنات، يا رب يا رب ما أخبط، يا رب ما أخبط. هيني دخلت دخلت. يلا بسرعة على اللي بعده على اللي بعده. يلا يا شباب، هيني دخلت، خليني أرجع ألف مثل هيك. يا سلام يا سلام. يلا يا شباب بنات، مش ضايل كثير، خليني أبدأ أدخل من هذا المكان وأدخل مثل هيك. يلا يا شباب بنات، يلا هي هيني ما خبط ما خبط. كفو عليك كفو عليك يا إندرمان المائي. يلا يا شباب بنات، خلص تقريبا خلصنا، أنا سابقه سابقه سابقه. يلا يا شباب بس ضايع الهبوط في هذا المطار. أكيد. يلا يا شباب بنات، يلا بس بدي أرجع وراح أفوز بإذن الله، راح أفوز. يا الله يا شباب، التحكم كثير كثير صعب. اطلعوا كيف، خليني بس ضايل ألف مثل هيك وبعدين أدخل من هذا المكان وأهبط. يا الله يا شباب، مين اللي راح يفوز، أنا ولا هو؟ أنا ولا هو؟ واو فوزت. فزت عليك فزت عليك. انت فزت في هذا السباق، فزت في سباق الطيارات ونجحت فيه، بس هذا ما راح تنجح فيه. ايش هو؟ هسه لازم تروح للاختبار الاخير والتحدي الاخير، واللي هو راح يكون اصعب تحدي بالنسبة لك. ايش وانا متأكد انه انت مستحيل تكمل هذا التحدي الرائع والصعب جدا جدا. طب ايش هو؟ احكي لي ايش هو، ايش هو التحدي الرابع والاخير؟ التحدي الرابع والاخير راح يكون هو انه انت لازم تجلس وتسبح داخل الحمم البركانية. انت مجنون اشي؟ راح اتبخر 100% وراح اصير اوبسيديان. هذا هو التحدي، واذا ما عجبك انت راح تضلك قاعد في هذا المكان في منزلك يا غبي، وتنحرق وتولع. يا الله خلص شباب بنات، ما في حل ثاني، لازم اقبله. خلص اتفقت معاك، انا راح اسوي هذا التحدي. اتفقت اتفقت. يلا يا شباب بنات، بسم الله، خلينا نروح على التحدي الرابع والاخير. راح نروح هناك وراح انت تخسر هذا التحدي. يلا يا شباب بنات، بسم الله. اوه يا الله، شو هذا الاشي اللي ورا هذا المنزل؟ شايف لافا كثير هون. يا الله شو بدي اسوي، شو بدي اسوي؟ لازم اسوي هذا التحدي يا شباب بنات، متأكد لازم اسويه. اندرمان الناري، نعم هذا هو التحدي الاخير واللي راح يفصل بينك انت وبين الموت. انت لازم تلاقي طريقة في دماغك وفي عقلك، ولازم تلاقي القوة العقلية انك انت ما تحس في هاي اللافة وما تموت فيها. انت لازم تكون قوي، واذا انت ما كنت قوي راح تلاقي مصيرك في جوا هذا اللافة. طيب ماشي ماشي، انا لازم افكر يا شباب بنات، اسويها ولا لا. فكر يا اندرمان المائي، انت قوي كثير كثير ولازم تسوي هذا الاش علشان تضلك على قيد الحياة. انت تستطيع، انت تستطيع. يلا يلا، انا هسه قدرت، انا راح اقدر اني اغوص داخل الحمم البركانية. يلا يا غبي. يلا يا شباب بنات، هاي هي هاي هي. يا ربي يلا ادفعني ادفعني يا ربي. يلا روح. يا الله يا شباب بنات، قاعد بنحرق. انا بستطيع انا بستطيع يا شباب بنات، لازم اقدر. لازم تتحمل اذا بدك تعيش. انا بقدر. طلعوا غرقت كمان يا شباب بنات، شو بدي اسوي؟ يا الله كم ضايل كم ضايل، بلشت اتبخر. يا الله انت لازم تلاقي طريقة علشان تضلك قاعد في هذا المكان
30 ثانية يلا. أنا بستطيع جربت. أنا أستطيع أنا أستطيع يا شباب بنات، مش راح أموت من هاي الحمم البركانية، لازم أكمل حياتي طبيعية. يلا كم ضايل كم ضايل، يلا ضايل 10 ثواني. يلا يا متابعين الكل في هذا الوقت يحط لايك، ويلا راح أبدأ عد تنازلي. 10 يلا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 يلا يلا خليني اطلع. يلا واخيرا واخيرا اين طلعت؟ فزت في التحدي. يا سلام يا سلام، انت فزت. انا ما عمري شفت اندرمان قوي جدا جدا مثلك. انت بتستحق انك تعيش بسلام وبأمان بعيد عني. انا راح ابعد منزلي وراح انتقل لاعيش في مدينة بعيدة جدا جدا عنك، وانت راح تقدر تكمل حياتك. ويا شباب بنات، هيك احنا بنكون خلصت قصتنا، وهذا الاندرمان المائي طلع اقوى اندرمان في العالم، حتى اقوى مني لاني انا ما بقدر اعيش داخل الماء. يلا يا اندرمان الماء، انا لازم اروح هسه، لازم اروح. مع انا السلامة. لا ابعد عنك، مع السلامه. واو هي اختفى بقدره الاندرمانيه. شباب بنات، انا هيك بكون انتصرت على الاندرمان الناري، شفتوا كيف؟ شكرا لكم كثير كثير على دعمي وتحفيزي عشان اقتل هذا الاندرمان الناري وانتصر عليه، وهيك انا بكون اقوى اندرمان مائي في العالم، والحمد لله. وبس يا شباب، لهم منكم وصلنا نهايه الفيلم. اذا عجبك الفيلم لا تنسى تحط لايك شير وسبسكرايب، وتدخل في سيرفر ديسكورد الموجود تحت في الديسكريبشن، وتشترك في القناة الثانية اسمها M4X5Gamer، بننزل عليها افلام ببجي موبايل خرافية كثير كثير، اللي ما شافها ينزل تحت في صندوق الوصف ويشوفها. خلينا نوصل قناتنا الثانية 1,100,000 مشترك، انتوا بتقدروا يا شباب. ويلا يا شباب همتكم في هاي القناة، خلينا نوصلها 200,000 مشترك، انتوا بتقدروا. وبس يا شباب، الكل يدخل في سيرفر ديسكورد بتلاقوه تحت في صندوق الوصف، الكل يروح يشترك فيه. شكرا كثير كثير يا شباب على الدعم الخرافي اللي جاي يصير اخر فترة، بس لازم تشدوا اكثر من هيك، لازم ترسلوا هذا المقطع لاصدقائكم ولمين مكان لمين مكان، عشان تكبر جيشنا وتكبر قناتنا ونكون اقوى جيش في اليوتيوب. انتوا بتقدروا يا شباب. وبس يا شباب، ان شاء الله هذا الفيلم عجبكم، ويلا مع السلامة.